an effective interview. طيب you need to prepare for certain steps. Step 1 job analysis. واحنا قلنا الجوب اناليسيس ده جاي منين؟ job analysis, job description, job specification. Specification فيها competency modeling, KSA. Okay? طيب then you rate the job main duties. يبقى انا دلوقتي المفروض ان الكويستشنز اللي بسالها له is related to the duties of the job. بريد them. يعني بقول مثلا لا number 1 دي اهم حاجه عندي. Number 1 job دي اهم حاجه عندي. بمعنى انا دلوقتي معينة حد في الماركتنج اهم ديوتي يعملها ماركتنج بلان فور اكزامبل. طيب ما ينفعش ان انا اعين حد اصلا ما بيعرفش يعمل ماركتنج بلان وهي دي بالنسبه لي رقم 1 نمبر 1. طيب كريت انترفيو كويستشنز. احنا قلنا بقى انترفيو كويستشنز ممكن يبقى سيتويشنال جوب ريليتد ايا كان ستريس. كريت بنش مارك انسرز. بنش مارك انسرز يعني زي الموديل انسرز يعني اللي هو بيرفكت انسرز بس ده مش معناه ان انا ام جوينج تو جادج هيم بيزد على الانسرز دي. لا ما انا برضو ممكن ان انا يعني انا بشوف البست انسرز وهو يبقى حواليها الاجابه بتاعته يبقى حواليها مش بالضروره تبقى كوبي بيست. يعني appoint the interview panel and conduct the interviews. مهمه جدا ان انا اعمل appointment وscheduling للانترفيوز. ما يبقاش عندي meeting تاني ما يبقاش عندي other duties that I have to fulfill. يبقى لازم انا ابقى مدي الميعاد للكانديديتس مظبوط ومظبط مع البانل. لو حد معايا في البانل مانجر ثانيين في البانل بعت لهم ايميل ومعامل سكيدجولينج ومعامل اسايننج للديت والتايم يبقى اي هاف تو بي ويل بريبير لان احنا قلنا ان الانترفيو ده ذا جيت تو ذا اورجنايزيشن. نيجي بعد كده هاو تو كوندكت ا مور افكتيف انترفيو. تاني نفس الموضوع الانترفيور المفروض يعمل ايه؟ ستراكشر يور انترفيو. يعني ايه ستراكشر يور انترفيو؟ لازم ابقى محضره ستراكشر محضره سكريبت محضره تمبلت. prepare for the interview تبقى محضر للانترفيو عارف انت هتقابل مين عندك الابلكيشن عارف هو ماشي في انه بروسس لحد دلوقتي يعني هل هو initial interview ولا هو tactical interview ولا الوضع بتاعه ايه. establish rapport. يعني ايه establish rapport؟ rapport يعني breaking the ice. يعني مثلا اقول له يعني يا فندم كان صعب قوي ان انت يعني اخبار السكه ايه كان الموضوع لطيف ولا لا عرفت توصل لنا بسهوله يعني اي حاجه من الحاجات دي بس I have to take into consideration برضو اذا كنت انا بتعامل مع الجندر اللي انا بتعامل معاه. يعني ما ينفعش ان انا اقول له ضحكتك حلوه انا في ميل مثلا انترفيور وهو ميل انترفيور اقول له ضحكتك حلوه يا فندم. لا دي قله ادب يعني دي انا كده مش باستابليش رابور دي كده يعني حاجه مش لطيفه. لكن استابليش رابور يعني I'm breaking the ice مع وطبعا it depends قلنا على الجندر وعلى التايتل. يعني انا لو قاعده بعمل انترفيو لمانجر يبقى في حاجات معينه في الرابور ممكن تتقال وفي حاجات ما ينفعش تتقال. ask questions يبقى انا I have to ask questions من اللي انا محضره ولازم تكون related to the ايه to the job itself ما يبقاش حاجات personal. في فرق بين البيرسونال questions والجوب او البوزيشن related questions. Closing the interview يعني يا فندم thank you so much for your time. تحب تسأل أي سؤال في عندك أي أسئلة محتاج تسألها ال next step هتبقى إيه يبقى كل ده في ال closing. Review the interview في ال review في الحتة بتاعت ال review اللي هي آخر step عندي إن أنا هنا بريفيو إيه ال step اللي إحنا كنا واقفين فيها which phase إحنا كنا واقفين فيها. هل إحنا كنا في ال phase دي ال initial phase ولا دي phase تانية ولا ايه الوضع بالظبط. يبقى انا I need to revise this one. هنا بنتكلم على the structure situation interview. يبقى هنا انا عندي the structure effective interview اللي هو the structure general speaking بتاع interview بيبقى عامل ازاي. انا عشان قبل ما اقول انا هعمل interview ابص على ايه. ده تاني حاجه الانترفيو عشان يحضر نفسه general speaking. هنا عشان الانترفيور بريبير يبقى هنا الانترفيور بريبير هيز انترفيو يعمل ايه؟ ايه السجستشنز اللي يعملها؟ هيكوندكت الانترفيو ازاي؟ هيعمل ايه اول حاجه وثاني حاجه وثالث حاجه؟ طيب هنا بقى بنتكلم على الاستراكشر نفسه جوه الانترفيو. يعمل ايه بقى جوه الانترفيو بالظبط؟ معايا؟ Base questions on actual job duties. احنا قلنا المفروض الكويستشنز تبقى مركزه على ايه؟ الجوب ديوتيز. تمام؟ مش مركزه على البيرسونال اسبيكتس.
في بعض الناس الانترفيوز بيعمل ايه؟ بتلاقي الانترفيور عمال يتكلم في حاجات شخصيه. انت مالك انت بالحاجات الشخصيه؟ انت ليك اصلا بالايه؟ بالجوب ديوتيز. انت بتعرف تعمل حاجات ليها علاقه بكذا ولا ما بتعرفش؟ لكن او ان عندك فكره او عندك معرفه او او درست او كده. لكن البيرسونال اسبيكتس مش المفروض تبقى بروفيشنال. تمام؟ Use job knowledge, situational or behavioral questions and objective criteria to evaluate interviewees' responses. يبقى هنا هركز على ايه بقى؟ احنا قلنا الـ most commonly used دلوقتي هو الـ CBI interview. CBI interview يعني ايه؟ Competency based interview. ده الكومن في شركات المالتي ناشونال دلوقتي. بيعتمد على ايه؟ بيعتمد ان اغلب السيتويشن اغلب الكويشنز اللي بتتسال هي كلها ليها علاقه بالكومبيتنسي موديل وجوب ريليتد بس كلها سيتويشن. كلها ايه؟ سيتويشن كلها محطوطه في سيتويشن. هشوف اكزامبلز بس انا بديك الفكره دلوقتي. يبقى انت لازم تحضر القصه دي وتحضر كمان وتعمل كرايتيريا للايفالويشن بتاع اجابات الناس. طيب CBI الإجابات بتبقى بشكل إيه؟ بشكل تكنيك اسمه الـ STAR تكنيك. يبقى أنا عندي CBI interview الإجابات النموذجية بتاعته بتبقى اسمها إيه؟ بتبقى اسمها STAR تكنيك. تمام؟ STAR تكنيك. فهنحدد STAR تكنيك. بس أنا بس بفهمك يعني إيه أعمل evaluation للانترفيو response. يعني ابقى محضر لكل كومبيتنسي يعني كل سيتويشن هيتسال. خلي بالكم اللي انا بقوله كل سيتويشن هيتسال فيه كومبيتنسي تبقى محضر الستار اجابات الستار ريسبونس بتاعها. وده اللي احنا هنتدرب عليه. ماشي؟ يبقى لكل كومبيتنسي بيبقى ليها سيتويشن كويشن. لكل سيتويشن كويشن في اجابه اسمها ستار تكنيك. ماشي؟ يبقى لكل من سؤال ليه اجابه نموذجيه. تمام؟ طب الاجابه النموذجيه احنا اتفقنا برضه هل بالظبط كوبي بيست يعني؟ لا مش كوبي بيست بتدور حواليها بس لازم ابقى عارف طريقه الرد طريقه التكنيك. انا كانترفيور بقدر اعرف بمنتهى السهوله انت اصلا عارف يعني ايه سي بي اي يعني ايه ستار اصلا ولا ما تعرفش بطريقه ردك. فكونك ان انت اصلا رديت بطريقه ستار ده اصلا بيوحي لي ان انت بتفهم وتصرف عليك يعني دافع طبعا ايه سكيلز ونالج وابيلتيز مش دافع فلوس. فاهمين؟ طيب ترين انترفيوز لازم الانترفيور ده لان الانترفيور هو الدور تو ذا اورجنايزيشن يبقى لازم الناس دي تبقى ترين على اعلى ايه؟ مستوى ما ينفعش الناس اي كلام. ولو الناس اي خلي بالك لو رحت شركه ولقيت الانترفيورز اي كلام تعرف ان الشركه دي ما بتفهمش شركه ان بروفيشنال شركه انت لو كويس يبقى انت مضيع وقتك فيها لان الانترفيور دول اهم دور من الدورز بتاعت الايه؟ الاورجنايزيشن. طيب يوز ذا سيم كويستشنز وذ اول كانديديتس لان احنا اتفقنا ان الستراكشر افضل حاجه. طب الستراكشر طبعا هتبقى نفس الكويستشنز لان انا عايز اعمل ايه؟ فلترنج بالظبط. فانا عايز اعمل فلترنج يعني ايه فلترنج؟ فاهمين الفانل؟ انا عايز اصفي من الناس دي كلها فانا لازم اكون بصفي على نفس الكرايتيريا ولا كل واحد على حسب مزاجي؟ ما هو كل واحد على حسب مزاجي يبقى حضرتك شغال اون ستراكشر لكن لو انت شغال ستراكشر لا هيبقى كله نفس الاسئله. يوز سكريبت ريتنج زي اكسلنت فير فور تو ريت انشز ده بنسميه ليكرت سكيل بنسميه ايه؟ Likert scale اللي هم 5 scale اللي هو excellent, very good, good, neutral لا او يعني fair, poor تمام؟ يبقى انا عندي بيبقى ايه؟ 5 scale او performance, high performance, moderate performance, neutral performance, low performance اي حاجه يعني. يبقى سمى 10 scale 5 scale. ال 5 scale ده بنسميه the Likert scale. تمام؟ بنسميه ايه؟ The Likert scale. طيب use multiple interviewers or panel interviews احنا اتفقنا عليها. Use a standardized interview form ده عشان هو structured زي ما اتفقنا. Take control of the interview sometimes ودي على فكره بتحصل ان بتحس ان انت الانترفيور اللي قاعد ده
يعني انت اللي بتاخد الليد. طبعا ده فشل ذريع من الانترفيو. يعني انت اللي طب يعني هتقول لي طيب مش هتاخد نص من حضرتك يعني ولا ايه؟ طب مش هتقول لي طيب ايه النكست؟ طب معلش ممكن اعرف مين اللي انا قاعد معاه يعمل معايا انترفيو حضرتك يعني؟ ولا عمل انتدكشن لنفسه ولا قال حاجه ولا اتكلم على الاورجنايزيشن براند نيم ولا اتكلم على النكست ولا عارف ايه الاسئله اللي سال فيها. طب حضرتك مش هتسالني مثلا عملت ايه في الماركتنج ولا انا بعمل ايه ولا بشتغل ايه ولا بتاع؟ ساعات بتلاقي انترفيوز ضايعين. تعرف على طول مرر على طول مرر على طول عن الشركه. تمام؟ فتيك كنترول اوف ذا انترفيو. مين هنا اللي هياخد تيك كنترول؟ انترفيور طبعا وحش كاسر. لازم يكون الانترفيور ده متملك بكل التولز بتاعته. تيك بريف نوتس دورينج الانترفيو. لازم الانترفيو ياخد ايه؟ نوتس وكومنتس على كل واحد. يكتب كومنتس ويكتب نوتس على طول. الانترفيور برضه اللي تلاقيه ولا بياخد نوتس ولا بياخد كومنتس ولا بيكتب اي حاجه تعرف ان هو ولا حاجه تراوى يعني. ماشي؟ اوكي. Some examples of the situation questions. These some examples. And then questions related to the situation, questions related to the past behavior, background questions, job knowledge questions. فاكرين لما اتكلمنا على القصه دي في الاول؟ انواع questions. طيب situational questions زي ايه مثلا؟ Suppose a co-worker was not following standard work procedures, the co-worker was more experienced than you and claim the new procedure was better, would you use the new procedure? هتعمل ايه بقى؟ تمام؟ هو هنا بيسألك بيقول لك suppose a co-worker. co-worker يعني ايه co-worker؟ زميلك. suppose a co-worker was not following standard work procedure. ماشي بدماغه يعني. يعني عايش حياته ماشي ايه؟ بدماغه. تمام؟ the co-worker was more experienced. يعني هو كان عنده هو ماشي دماغه وعنده خبره اكتر منك. Then you and claim the new procedure was better. The new procedure اللي هي ايه؟ طريقته. And his way is much better. هو قديم وماشي دماغه بعيد عن السيستم وهو بيقول انا طريقتي احسن بكتير. طيب would you use the new procedure؟ What would you do بقى؟ هشوف البرودكتيفيتي بتاعت التو سيستمز والسيستم الاحسن. طيب you are not entitled to see. فهماني؟ هنا بقى ده it depends على ايه؟ هو انا بسال السؤال ده لمين؟ طالما بقول لك co-worker يبقى انت مانجر؟ مانجيريال بوزيشن؟ مانجيريال بوزيشن مش هقول لك co-worker. هقول لك مثلا other department، المانجر of the other department مثلا، او التوب ليفل مانجمنت، او واتس ايفر، او الدايركتور. لكن co-worker يعني زميلك زيك زيه. طيب زميلي بيعمل سيستم he is not abiding by our system by the company system. تمام؟ فانا I have to make sure الاول ان this is the right system ولا this is the company system ولا لا. I have to follow the company system. I have to go back to my manager, refer to my manager. Is this the right system ولا لا؟ لكن انا اكمبير انت مين عشان تكمبير؟ يبقى انت هتفتي زيي. انت هتكمبيري وهو هيكمبير وده يمشي بدماغه وده يمشي على رجله يبقى انتوا هتفتوا كلكم. فاهماني؟ يبقى this is not the kind of answer that I want. طيب هل الاجابه بتبقى زي ما انا قلت كده؟ لا برضه. انا اديت لك الفكره لكن الاجابه ليها ستار تكنيك هنقولها مش دلوقتي. تمام؟ يبقى دول اسمهم ايه؟ situation question. يعني ايه situation question؟ I'm asking about situation. طيب past behavior question based on your past work experience. past behavior بتاعك انت. what is the most significant action you have ever taken to help out a co-worker؟ انا عايز اعرف ال behavior بتاعك شغلك اللي قبل كده. ايه اكتر حاجه significant عملتها قبل كده عشان تساعد زميلك؟ عملت ايه يعني؟ هتقولي مثلا شلت شغله، كان تعبان وخليته وديته المستشفى. عملت ايه يعني؟ ده انا عايز اعرف منها your past behavior based على your experience. تمام؟ طيب background questions. what work experience, training or other qualifications do you have for working in a teamwork environment؟ ايه مؤهلاتك بقى؟ انا كاني بالظبط عايز اعرف ايه البروفايل بتاعك يعني؟ ايه مؤهلاتك؟ ايه اللي عندك؟ اسمك ايه؟ طارق بان؟ اسمك ايه؟ انا قلت ايه يا احمد؟ قلت ايه من شويه؟
What is aim? Shy, come over. Elegant. Isn't it aim? Isn't it aim? Oh. Yeah, what is aim? السماء الفضائيين لاند اسمك ايه؟ ايه محمد انا قلت ايه؟ قوم اقعد جنبه بس بعيد عن بعض. طب اللي جنب محمد اسمك ايه؟ اللي وراه اسمك ايه؟ ها يا مازن. طب اتفضل قوم اللي جنبه خوري. طب بزمتكم مش مكسوفين من نفسكم؟ يعني انا قبل ما ابدا ان انا اجرح حد او هزح حد ان انا ببص بالنظره الاول. نظره اثنين ثلاثه ولا الهوا ولا دم. وبعد كده نيجي نجيب درجات وحشه ونعيط. نقول ربنا وحشة ده لو كان عندنا دم أصلا. Job knowledge questions. What steps would you follow to conduct a brainstorming session with a group of employees on safety؟ هنا بقى بسأله على إيه؟ أنا عايز أعرف معلوماته عن safety. يبقى أنا هنا بشغل حد related to safety صح؟ وعايز أعرف طب أنت ممكن تعمل إزاي brainstorming session عن safety؟ عايز تقول للناس موضوع عن safety، هتعمل brainstorming session إزاي؟ هتconducted إزاي؟ يبقى أنا محتاج أعرف منه حاجات related to the job إيه؟ knowledge. ماشي؟ تمام؟ يبقى these are some of the questions. وبعد كده أنا هخلي الدكتورة نجاين تعمل لكم tutorial مخصوص على different situational questions وpath-related questions وكده والطريقه النموذجيه في الايه؟ في الاجابه. تمام؟ بس انها كمان بتعمل انترفيوز فطبعا هتفيدكم جدا يعني. طيب suggested supplementary questions for interviewing applications دي اسئله كتير جدا برضو على القصه دي يا ريت برضو ايه؟ conduct them with them. ده شكل ال يعني ده شكل كده زي مش احنا بنقول ان بيبقى فيه زي كده زي تابلت تعمل كده لكوندكت الانترفيو ده بتعمل تشيك ليست او بتحط سكورينج على حسب. في بعض الشركات بتحط تشيك ليست، في بعض الشركات بتحط سكورينج، في بعض الشركات بتعملها كومنت سبيسز. ف يعني دي مش تفرق كتير يعني من شركه لشركه. المهم ان انت بتدي يو هاف ستراكشر ده اهم حاجه. وانت عارف بالظبط ايه الجوب نولج كويستشنز اللي هتسالها، ايه الجوب ريليتد اللي هتسالها، ايه اللي مش عارف ايه اللي هتسالها، هو ده المهم جدا. ده اهم حاجه في الموضوع. هتعملها ازاي بقى؟ ده this is a relative point from one company to another. تمام؟ نيجي بقى على ستار انترفيو تكنيك. قبل ما اكمل ستار انترفيو تكنيك هديكم 10 دقائق عشان حاسس انكم بتفرقوا. فخدوا 5 دقائق بلاش 10 دقائق كتير قوي. طب خلاص 10 دقائق. 10 دقائق بالملي وهرجع اكمل تاني. اوكي؟ لا تضحك. طيب خلينا كده نشوف question ايه. اوكي يبقى developing results. انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ انا I want to know what is the situational question بتيجي منين والresult والاجابه بتبقى عامله ازاي؟ الانسر بيبقى عامل ازاي؟ طيب الquestion اللي بتيجي من competency model situational question اللي بتيجي من competency model دول اسمهم CBI. يبقى دول اسمهم ايه؟ CBI competency based interview. لان ممكن جدا شفتوا بعتتكم بتاعت امازون
দুপুরের সময় ইচ্ছা হয় কিন্তু টাকা আমাজন সেটা খুললাম বাকি কেন আমি ঠিক সব আমাজন মাসান আমি ঠিক আছে আমি ইন্টারভিউ তো বললাম ওকে we conduct our interviews in a CBI approach. May you find someone who will really do it, who will have a CBI? تمام؟ يبقى CBI approach automatically المفروض انت فاهم يعني CBI approach. طيب بتعمل ايه بقى؟ بتروح مديات ال set of competencies اللي انت هتتسأل فيهم اصلا. ايه ده يعني بيغششونا؟ يعني هم لما بيجوا يعينوا مثلا مانجر في امازون بيعملوا ايه؟ بيدوا له ورقه كده هي دي الكومبيتنسيز اللي هنسالك فيها. حضرتك المفروض تحضر ايه؟ الستار تكنيك. الستار بتاع كل ايه؟ كويستشن. يعني هم بيبقوا قايلين لك الاسئله الجديد دلوقتي. بس طبعا في اسئله ثانيه بقى اللي هي الباست برفورمنس والباست بيهيفير والانترست والحاجات دي كلها بتبقى ساعتها والامتحانات التستنج والكلام ده كله ما بتبقاش عارف، لكن الكومبيتنسيز انت بتبقى عارفها. تمام؟ طيب هنا مثلا كويستشن Could you give us a recent example of a situation where you have delivered something, a project, a deadline, or a decision against the odds, or in a pressurized situation? يعني أنا عايز أشوف دلوقتي أنت كان عندك deadline in a pressurized situation، يعني كان عندك deadline قرب، تمام؟ وأنت كان المفروض تعمل delivery لبروجكت او ديدلاين او اساينمنت او ايا كان ايه اللي هتعمله وكان خلاص الوقت قرب الوقت اسف تمام يعني عندي سيتويشن كده الوقت اسف بالنسبه لي السيتويشن نفسها بريشرايز قول لي بقى احكي لي بقى والله انا كنت عارف يعني احنا في الجامعه بناخد دايما اساينمنت وفي الجامعه بناخد دايما حاجات وقعد بحكي بقى حكي بقى زيرو تمام؟ أنا محتاج أعرف إيه؟ ستار، يعني إيه ستار؟ نرجع ليه؟ إيه هما الستار؟ S N T A R يعني أنا عايز أعرف إيه هي السيتويشن؟ إيه هي التاسك بتاعتي؟ أنا الأكشن عملت إيه؟ الريزالت إيه الكونكلوجن؟ إيه النتيجة؟ تمام؟ طيب يبقى انا هنا ممكن اتكلم على انا عايز اتكلم على مثلا انا فريش راي هقول there was a situation that we had situational there was a situation that we had a marketing project okay and that marketing project was due the week before final exams pressure ولا لا خلص situation I was my task huh? مش هقول ايه The situation is my task is لا مش هقول كده okay I was in charge of leading this group I was in charge of leading my team مثلا او my group this was my task okay with عملت ايه تمام I made sure in throughout this week I planned multiple of meetings with my team, assigning specific tasks and ways to evaluate each and every task. And my responsibility was to review this on a continuous basis for a whole week. In conclusion, we presented on time, we presented the presentation on time, and we got an A in the project. Precise, accurate, to the point, من غير رغي, up to the point, اتكلمت ستار, عرفت ان انا delivering results, من غير رغي كتير لان انا رغي في اول ما بلاقي حد قاعد قدامي بيرضي حبيب قلبي يرضي مع السلامة بابا, مع السلامة. There is no time for this. لكن انا كده عملت ايه؟ I answered professionally, up to the point, precise, what did I achieve? قلت ولا ما قلتش؟ قلت نعم انا ايه السيتويشن؟ انا دوري كان ايه؟ عملت ايه؟ الريزلتس كانت ايه؟ خلصت. فهمتوا؟ في كل كويستشن لازم اجاوب بالطريقه دي. في كل كويستشن يبقى ده محتاج تدريب ولا لا؟ محتاج تدريب. تمام؟ لان انا ممكن اتسال في حاجه برضه خارج عن الحاجات اللي هم على اساس بقول لك ايه؟ انزل تعمل كده لمين؟ managerial positions
تقدروا مثلا تقولوا يعني ايه كاستمر اوبسيشن؟ يبقى انا لازم احضر حاجه بتتكلم عن كاستمر اوبسيشن. هي بس احنا ما درسناش كاستمر اوبسيشن دي. كاستمر اوبسيشن هي المرحله الاعلى من الدرايف. فاكرين الدرايف؟ دي المرحله الاعلى بقى اسمها اوبسيشن. اوبسيشن مهووس بالكاستمر. يعني لو اداني انا اقول له الحد التاني هيزعل لو سمحت الحد التاني بليز كده يعني ده الاوبسيشن مهووس بالكاستمر. طبعا مش ليترال يعني مش ليترال عشان بس ما حدش ايه بجد هعمل كده لا مش بجد هعمل بس انا بتكلم ايه؟ ان انا اوبسس بحاجه مهووس بيه يعني. يعني كاستمر يا كاستمر حبيب قلبي كده يعني. تمام؟ فهمنا؟ طيب المفروض ان انتوا بقى هتتدربوا جامد جدا على القصص دي مع الدكتوره جاي. هنعمل رول بلاي هيتدربوا على كذا نوع من الكويشنز عندهم بقى في الفايل ده لوحده عندهم حاجات كتير قوي قوي. واحنا كده برضه عشان تبقوا فاهمين احنا اشتغلنا ايه؟ عشان برضه تبقوا فاهمين عشان ما تجوش تقولوا لي المره الجايه ان انتوا غيبوها. يبقى احنا ستار تكنيك انا شرحت ستار تكنيك بس بطريقه ثانيه مش عارف الزام خليته الزام دلوقتي. يبقى انا شرحت ستار تكنيك اللي هو نفس الكلام ده بس وريتك ايه؟ اه خلاص انا سالت بس كده وريتك ايه؟ وريتك الباوربوينت التاني اللي هو وريك عنده وهنبتدي نذاكر والدكتوره اللي جايه تشتغل معاك في القصه دي. تمام؟ والموضوع الرول بلاي ده مهم جدا لو في فعلا مش عارف ايه ده مهم ويتعمل لي برزنتيشن دي. خلاص؟ ماشي؟ بعد كده هنخش على ايه ان شاء الله.